ازيك؟ ازيك؟ ايه ده؟ افتحيها. دي علشاني انا؟ انا علشاني. ايه المناسبة؟ عادي اعتبريها دي خطوبتي. ميرسي يا عماد، بجد ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك ليا انت كمان. لا بس برافو، كمان اللون اللي انا بحبه. انا لقيت حل عظيم لموضوع الشقة. هايل، كلمت طنط؟ لا، انت عارفه ان شقتنا في مصر الجديده كبيره، لو خدنا منها اكستنشن هتبقى عباره عن اوضتين وصاله ومطبخ وحمام. بقت شقه مستقله وفي نفس الوقت ماما قاعده معانا. بجد؟ انت عارف يعني ايه مستقله؟ مستقله يعني ابقى لوحدي، انا مش هقعد مع حد. مين قال لك ان احنا هنقعد مع حد؟ اقول لك شقه مستقله يعني ليها باب لوحدها. انا هقعد لوحدي يعني هقعد لوحدي. مامتك بقى تروح البيت، تروح التجمع، تبيع شقتها، تتصرف، انا ماليش فيه. وانا مش هقدر اقول لها اطلعي من الشقه او هقدر اقول لها الكلام ده اصلا. هو انت فاكر علشان انت جبت لي الموبايل هديه فانت هتضحك عليا وانا هقول لك اوكي انا موافقه؟ ده انت ساذج قوي. جان احترمي نفسك. احترم انت نفسك. ولما تلاقي حل للموضوع ده تبقى تكلمني في التليفون ده بعد اذن ماما طبعا. ميرسي قوي على التليفون. اهلا يا حبيبي. مساء الخير. مساء الفل. ازيك يا عماد، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. اخبار شغلك ايه؟ تمام. كله حلو؟ ايه رايك؟ حلوين قوي. شفت كبروا ازاي؟ ماما انا كنت عاوزك. خير في ايه؟ تعالي نقعد. تعال حبيبي. انا قعدت مع بابا جان و ها قال لي انه مش عايزنا نسكن في شقه التجمع، عايزنا نسكن في مصر الجديده. وهو ليه رجع في كلامه؟ انت قايل له على كل حاجه. يعني عايز بنته تبقى جنبه. يا سلام، على اساس التجمع في دمنهور. المهم انت قلت له ايه؟ قلت له اشوف. وشفت ولا لسه؟ لسه. بذمتك لسه؟ ايوه. انت هتجيب فلوس شقة في مصر الجديدة منين؟ يعني فكرت ابيع شقة التجمع. هتجيب لك كام يعني؟ انت عارف اقل شقة هنا بكام؟ عارف. انت عايز ايه يا عماد؟ انا مش عايز حاجة، انا بفكر معاك بصوت عالي. والله صدقيني مش مصدقك. ما علينا، تعال نفكر انا وانت برضو مع بعض بصوت عالي. انت عايز تاخد الشقة دي وعايز تجيب لي شقة قانون جديد صغيرة جنب الكنيسة، عشان هي دي الحاجة الوحيدة اللي فاضلك. ليه بتقولي كده؟ عشان انت عايز تسمع كده. انت عارف كويس ان انا مش هرضى اقعد مع مراتك، والشقة دي تمليك يعني في النهاية بتاعتك. فلوس شقة التجمع وضب الشقة هنا، بس من فضلك يبقى ادفع لي إيجار الشقة اللي هتاخدها. يا ماما أنا اتفقت أنا وبابا جان إنه هيوضب لي أوضة عشان يساعدني. ده أنتوا اتفقتوا كمان. العموم أي حاجة تساعدك
انا هعملها حتى لو كانت اني اخرج من بيتي. يا ابني ماما انا مش قادره. سيبني لوحدي، سيبني لوحدي يا مهدي، سيبني لوحدي من فضلك. صباح النور. ايه ده كله؟ محتاجه توقع عليهم كلهم. طب ماشي، حطيهم هنا، حمضيهم واقول لك. بس ارجوك بسرعه يا استاذه. انت تؤمري. لا العفو يا استاذه، بس فعلا الورق ده متاخر. في حاجه تاني. ايه؟ جالك على الميل انفيتيشن لمعرض اسمه انيوجوال، هيتعمل الاسبوع الجاي ونازل فيه كل الناس اللي ممكن تتخيليها. فعلا كل الناس؟ هم عاوزيننا معاهم. طب ماشي، حطيه هنا هشوفه وعودك. اوكي، بس ارجوك يا استاذه ما تنسيش الورق. ما تيجي تمضيهم انت. حضرتك لو اتاخرتي فعلا همضيهم مكانك. وما انا هوديكي في داهيه. لا لا. صباح الخير. صباح الخير. ايه الاخبار؟ انت فين؟ انا في الشركه وعندي شغل كتير جدا. انت فتحتي الميل؟ ليه، في ايه؟ لا مفيش، انا بس كنت بعت لك عرض اسعار. عرض اسعار؟ طب هخلي البنت اللي عندي تشوفه. لا لا لا، ده انا بعته لك على البرايفت ميل بتاعك. برايفت ميل؟ طيب ماشي، هشوفه واقول لك لما افضى. طب بس على طول بقى لو سمحت، ضروري. ليه، في ايه؟ في حاجة مهمة يعني؟ طيب حاضر. مش هستناك يا حقيقة. مش عارفة اقول لك ايه. على ايه؟ الحقيقة الاولى بتقول انك ما تستعجلش، والحقيقة التانية بتقول انك مزعج جدا ولحوح بزيادة، والحقيقة التالتة بتقول اني مبسوطة جدا باللي بتعمله، والحقيقة الرابعة بتقول إن مفيش عرض أسعار ولا حاجة. هتخلصي إمتى؟ مش عارفة، أنا بجد عندي شغل كتير. طيب هستناكي. ماشي، باي.